وسراج الظلمة وأبا الأئمة. ما خاب من تمسك بكم، أمن والله من التجأ إليكم. فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لقد أبصر الجسم الحسين موزعا، لقد أبصر الجسم الحسين موزعا، فجاءت بصبر دون مفهومه الصبر. رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي، لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر. أخي إن في قلبي أسى لا أطيقه، وقد ضاق مني في تحمله الصدر. أخي أنت عن أمي وجدي ووالدي، وعن أخي المسموم سلوى ولي ذخره. متى شاهدت عيني وجهك شاهدا، وجوههم الغراء وكان بك اليسر. ومذ غبت عني غاب عني جميعهم، ففقدك كسر ليس يرجى له جبر. أخي في دعة الله يا أبا عبد الله، أخي لئن غاب جسمي بكربلا فقلبي مقيما إلى أن ينقضي مني العمر. كان تريدني أنسى. الفاقد ما يقدر ينسى صورة الحبيب بقلبه وبعقله بعيونه. إن كان تريدني أنسى وبطل النوح ونيني، أخذ ذكراي من قلبي وخذ صورتك من عيني. أيام الجنت وياك أنا أغيك وتناغيني، لكن شبيد وياك من ذيك الأيام شباب. يا ثغرين ربيت وياك الخوة من ثدى يمي، ويا وجه العلام القى. الله، شلون إذا كان المفقود، إذا كان العزيز يحمل طيبة بقلبه ينسيك الهم إذا تشوفه، وبالذات إذا كان رؤيته سرور للناظر إليه. ويا من على ملقاه
يزول وينجلي همي. شلون تريدني بعدك أنا من الليل وأرتاح. يعود شريط الذكريات يا مؤمن, أيام الطفولة, ها أيام الصبا, أيام البيت الواحد, أيام الطيبين اللي راحوا. تذكر يوم, تذكر يوم كنا صغار من حضن أمنا الزهرة جوانا حيدر الكرار, ومن أبكي تسايلني راحت الإيد الحنونة, راحت الإيد الطيبة, ومن أبكي تسايلني يا زينب شل جرى شل صار. شلون اليوم تتركني وقت ازداد قلب جرى. تدري تدري الوحدة الضعض أعزوم الرجاجيل, وأنا غريب, وأنا غريبة وعائلة ومجبل, ومن الصبح باكر ضعنا من الصبح من كربلاء. تقال خلتنا العزيز بغير تغسيل, تقال عني سافرة وما ودعاني, شال الجنازة وللقبر ما شيعة. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون, والعاقبة للمتقين, ولا عدوان إلا على الظالمين. هي دقائق أسترق الدقائق من وقتكم, وغرضي أمرين. غرضي الأول أن أسلي القلوب بذكر الحسين. عندي أنا الليلة جايب رسالة, وهاي الرسالة باسم المعزين. يا معزين يلي جايين من كل المناطق, جايين تعزون أهل الشاب الفقير, أريد أوصل هالرسالة. إذا ابتليت بمعضلة شقيت جيبك, اذكر حبيب المصطفى تنسى حبيبك, وإذا ذكرت مصيبة شيعتونا اليوم, غسلتونا وودعتونا. اخوان الفقيد جسمه سالم لو مو سالم, يمكن سؤالي شوية جريء, بس اللي دخلوا اليوم المغتسل بسألكم عيونه مغمضة لو هو مغمضة. اذا ابتليت بمعضلة وشقيت جيبك, اذكر حبيب المصطفى تنسى حبيبك, واذا ذكرت مصيبته الله يثيبك. مأجورين
وسفة قضى مذبوح وما حد غمض له العين. مأربي الثاني، غرضي الثاني، أقف على رواية وقفة دقائق، وهي عن أمير المؤمنين سيد البلغاء والمتكلمين قائد الغر المحجلين، اللي الآن مستقبل يا حرث همدان من يموت. خصوصا الخدام، خصوصا خدام أهل البيت، وانتون تعرفون خادم أهل البيت يستقبلون بالأحضان. قال أمير المؤمنين: كفان بالموت واعظا. رواية عجيبة يقال لها من قصار الحكم، ويعبر عنها بجوامع الكلم: كفى بالموت وعظا. أنا راح أقف على هذه الرواية، هذا المقطع وقفات سريعة. أولا، كل الوعاظ يعظون في قالب محدود ولفئة محدودة وتأثير محدود، إلا الموت. فإن الموت موعظة للصغير وللكبير، وللرجل وإلى الرجل والمرأة، وإلى الفقير وإلى الغني. كم واحد يعلم أن هناك مواعظ بس ما يروح، ما يروح، لكن الموت شاء أم أبى سيوصل إليه الموعظة. إذن موعظة الموت ليست اختيارية، إنما كالسهم تخرق الحجب والحواجز. هذا واحد. اثنين، الواعظ قد يستطيع بأسلوبه الخطابي أن يؤثر، وقد لا يستطيع، إلا أن الموت لا. موعظة الموت حتمية. هذا اثنين. ثلاثة، أنا يمكن أستطيع أن أوعظك وتستطيع أن تعظني، لكن بعض الأشخاص وين تقدر توصل توعظهم؟ في قصره يحوطونه حرس خدم حشم، الموت يوعظه شام أبا، يجي ياخذ من عنده عزيز، يجي يخطف من عنده حبيب. هذا حتى لو كان ما كان يستطيع الموت أن يوصل إليه الموعظة. كفى بالموت. لذلك مولانا الهادي عليه السلام حين أراد أن يستغل وقفات من دقائق معدودة في مجلس المتوكل، بدأ يقول: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم قلب الرجال، فلم تنفحهم القلل، واستنزلوا من بعد عز عن معاقلهم، يا بئس ما قد نزلوا. ناداهم صارخا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الخدود التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ ف
فأفصح القبر حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل. هاي ثلاثة يوصل الموعظة وإن كان حاكما وإن كان ملكا وإن كان أميرا وإن كان خليفة وإن كان إماما. هذا ثلاثة. أربعة، الموعظة لها موعد. يعني يقولون اليوم والله في خطبة إلى الشيخ الفلاني يوم الجمعة، راح نسمع في الخطبة الأولى موعظة. والله بعد الصلاة اليوم بيعطينا موعظة. إذن موعظة الخطباء والعلماء والمتكلمين لها موعد. والموت موعظته بدون ميعاد. تقول لي وش الفرق؟ أقول ما يكون بدون ميعاد أثره أكثر فجائي، مثل الموقف الفجائي والصدمة لا ينسى. أربعة، وقفات عابرة سريعة بكفى بالموت واعظة. أربعة، الموعظة خطاب، وكلما كان فيها أمثلة وقصة وبيان وشرح وتفصيل كلما أثرت. والموت موعظة صامتة، خبر كالصاعقة ينزل على كل من يعرف هذا الفقيد. فلان توفى، مو أكثر من كلمتين، فلان توفى. مش كثر تسبب هذه؟ إذن أقصر رسالة في موعظتنا الموت. هذا أربعة. خمسة، الموعظة إذا تكررت من أفضل الخطباء مرتين، ثلاث، أربع، خمس، استمل خلاص، ما تبغى تسمعها ثاني مرة. لكن الموت، كم واحد فارقنا ولا زال يعظ، وفي كل مرة يعظ يؤلمنا في قلبنا وداخلنا وشعورنا. هذه خمسة أمور، خمس وقفات. وأريد أقف الوقفة السادسة مو هنا، لا، الليلة 11، يعني الليلة ليلة الوحشة، أصعب ليلة تمر على الميت وعلى أهله هي ليلة الدفن، يقال لها ليلة الوحشة. ليش؟ قالوا لأن الليل يحمل بطبيعته الحزن، الظلمة، الكآبة، الهم، وخصوصا إذا دفن الفقيد إش كثر يتألم أهله ومحبيه. وأنا أقول الأمر هين إذا واريتم الحبيب الفقيد في قبره. وين المصيبة إذا حبيبك على التراب؟ ها؟ وين المصيبة إذا حبيبك من دون راس؟ وين المصيبة إذا حبيبك قطعوا أوصاله؟ وين المصيبة إذا خيل عوجية كسر الصدر؟ وين المصيبة إذا بنات ضربوها؟ وين المصيبة إذا خوات سلبوها؟ وين المصيبة إذا خيامه أحرقوها؟ الليلة ليلة الوحشة وجو يسلونكم، وزينب في ليلة الحادي عشر، زينب في ليلة الحادي عشر شو تقول؟ أنا بقيت محيرة وصف جبل عيدين، لا عباس يبرالي
ليل ظلام وحشة غربة والخيم حرقوها والنسوان سلبوها والأطفال ضربوها والثواكل روعوها. الله الله الله. وتعرف انت برموحيش كربلاء قفراء وظلام وعدوان، وإذا بها تتخطى من بعيد. انت شايف بعين قلبك يا مؤمن، روح روح إلى كربلاء بعين قلبك تشوف وين الخيم المحروقة، وين جسد العزيز أبو علي، المنحر الشريف. لتنظر بعين قلبك إلى كربلاء وهي تمشي تنادي، وتنظر نظرة إلى الخيمة إن شاء الله الأطفال ما يجون وياهم، وتنظر نظرة إلى الجسد الشريف، وإذا من بعيد صوت الله يرحمك أبو يوسف قالها قالها يا زينب بالبواكي لا جيني ولا تكثري من البواكي، هيجيني وردي سكان لا يذوبها عنيني ولا تكثري عتبي ولا تجيني بلخمة، لا تكثري عتبي وانا جثة بلا راس، راسي قبالك والجسد بالخيل. ابو علي شو اسوي بهالبر الموحش والاطفال المذاعير واليتامى والمساكين؟ قال روح الشريعه بلشت تشوفين عباس يقدر على النهضه وسلسفه البت، وراحت صاحت صاح الدخيلك يا المقطع بالشريعة، ولن الندى جاه ترى جفوفي للخيام رد بهاليتامى يا الوديعة، تدري بيا مقطع يميني ولي. الله يا ابو فاضل انت باب الحوايج، انت اللي تضيف الخطار، انت ما ترد الزوار، واني زينب وليل عباس ماني من المدينة بذمتك جيت، لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت، واشوف جيت الكربلة ومني تبريت، بعتوا السهم مني وبليتون بهلع. معذورة يا زينب فاقدة وثاكل وشايفة الأهوال والمصائب يا زينب، معذورة بس عندي عتب عليك يا زينب، اسمحوا لي يا مؤمن. العتب جريء، وبهالمكان أريد أقرأ أختم به الأبيات. قال زينب يقول وانا العتب يا زينب عنك والله بأخرى، روحي حق خوش حسين شيلي من على الغبرة، شلون الشمر خليتي أكمل، وانا العتب يا زينب عنك والله باخرى، روحي حق خوش حسين شيلي من على الغبرة، شلون الشمر خليتي يتربع على صدره، داس الشمر بن عالي
وكسر كل خرز. نالت أنا اللي ضيعني الوالي وخلاني غريب، لا أهل عندي ولا بلد مني جري. شمالك يا علي مطول الغيب، ما تنجف زينب ويعدها النساء. هذه زينب ومن قبل كانت بفناء دارها. نسألك اللهم نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد. السيد المتوفى من اجتمعنا لسببه، جاف اللهم الأرض عن جنبيه، أوسع عليه في ملاحظه، اجعل قبره روضة من رياض الجنان، احشره مع من يتولى، لقه نظرة منك تغنيه عن من سواك يا كريم، انقله من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور. اللهم اخلف على أهله في الغابرين، وعندك نحتسبه يا كريم. اجبر اللهم مصاب فقده عند أهله وأحبته وذويه بالصبر والسلوان. ورحم الله من قرأ لروحه الفاتحة مع الصلوات.